فرح طاهر اخت طاهر الكبيره. انا مبسوطه قوي قوي ان انا شايفه اخويا بيلعب في النادي الاهلي، ويعني مبسوطه قوي ان انا شايفاه بالتيشيرت الحمراء. ده حلم كان عندنا كلنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبقى يعني بدايه موفقه ليه ان شاء الله، ويبقى عند حسن ظن كل الجماهير بتاعه النادي الاهلي. طاهر عامه في البيت بني ادم هادي، ما تسمعلوش صوت، يعني ممكن تقول طاهر فين وتلاقيه قاعد في اوضته وانت بقالك 3 ساعات بتدور عليه، بس من كتر ما هو ما مش هيطلب منك حاجه، مش هتسمع له صوت كتير قوي، فمش بحس بيه كتير في البيت. هو ما بين البيت يا التمرين، بنزل ارزل عليه كده لما بينزل يقعد يعمل حاجه في المطبخ، عشان طبعا هو كان قاعد لوحده فقعد يعمل شويه اختراعات كده وهو هناك لوحده. بس عامه هو بني ادم في الطبيعي ما بتسمعلوش صوت. يعني انا اسمي طارق البسيوني، انا كوز فرح، والحقيقه جوازنا ليه قصه مضحكه جدا. انا اول مره اقابل حماية، اول سؤال اتسالته انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فده يدل على قد ايه احنا اهلاويين في العيله. وانا مبسوط جدا ان طاهر الحمد لله حقق حلم من احلامه وانضم للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير كلها، ودي ان شاء الله تبقى بدايه ليه لمستقبل مشرق. انا كنت هزعل منك قوي لو ما طلعتش اهلاوي، عشان بابي كانش هيرحمك. والحمد لله مش هنبقى بنتفرج على ماتش المقاولين والاهلي تاني وتقول لي لو اخوك جاب جون، يعني بلاش اقول، يعني بيهددني. اللي بيلعب للمقاولين طبعا اكيد مقاولين نادي كبير، بس دلوقتي طاهر في النادي الاهلي، يعتبر اعظم نادي في افريقيا، وان شاء الله هنشوف بقى منه الاجوان في بقيه الفرق كلها اللي في الدوري ان شاء الله. انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله طاهر يحقق كل اللي النادي الاهلي مستنيه منه وياخد معاهم بطولات، لانه بيلعب في نادي القرن، وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم جميعا.